أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على مدار الفترة القادمة. بداية هذه التغطية مع خلود زهران. خلود، شكرا لك نانسي. آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المشهد الدولي. أعلنت الحكومة النمساوية اعتزامها إعادة تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب نقص إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي. من جانبها أعلنت ألمانيا العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم بحلول عام 2030. إجراءات طارئة بدأت الدول الأوروبية في اتخاذها في ظل بحثها المستمر عن بدائل تعوض انخفاض إمدادات الغاز الروسية. الحكومة النمساوية أعلنت أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري في مدينة ميلخ الجنوبية، وذلك بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي، حيث تعتمد البلاد على نحو 80% من إمدادات الغاز الروسي. وتهدف النمسا إلى تعزيز إنتاج الكهرباء من الفحم من جديد في الحالات الطارئة، لكن وزارة البيئة أبلغت أن العملية قد تستغرق أشهراً عدة على الأرجح للبدء في الإنتاج. وأغلقت محطة ميلخ التي كانت آخر محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري في النمسا عام 2020، حيث تخلصت الحكومة تدريجياً من الطاقة الملوثة في محاولة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%. من جانبها أعلنت ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها في مواجهة انخفاض الكميات الروسية التي يتم تسليمها إلى برلين، بينها العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء فيما وصفته بأنه خطوة لا غنى عنها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الألمانية الإبقاء على هدفها، وهو الاستغناء عن الفحم بحلول 2030 رغم أزمة الغاز الحالية. وتواجه المصانع في أوروبا أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي ينذر بأزمة أعمق تهدد القطاع الصناعي الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وأصبح الوضع قاتما للغاية أمام الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الصلب والكيماويات والأسمدة التي تغلق مصانعها الأوروبية وسط ارتفاع تكاليف النفط والغاز، فضلا عن المخاوف المتزايدة من أن روسيا قد تقطع إمداداتها. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي بهدف تقييد عائدات موسكو من النفط. قالت يلين خلال زيارتها إلى كندا إن من شأن هذا الإجراء أن يخفض أسعار النفط الروسية، وفي الوقت ذاته يتيح لكميات أكبر من النفط الوصول إلى الأسواق العالمية. قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالمركز الأوروبي أن البنك لن يعيد النظر في قرار زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماعه المقبل خلال شهر يوليو. وأشار لين إلى أن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو، ولكن التخارج منها سيكون تدريجياً. أوضحت إحدى المجلات ومقرها واشنطن أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة من أجل تهدئة التضخم الأمريكي سيكون له تأثير على معظم اقتصادات آسيا. أضافت المجلة أن العديد من البنوك المركزية في المنطقة اتخذت خطوات في محاولة للاستعداد لتقلبات سعر العملة، وذلك من خلال تخزين احتياطات النقد الأجنبي بدقة في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الآسيوية الأخرى للاحتفاظ برأس المال أو جذب تدفقات رأس المال الجديدة من خلال تقديم عوائد أعلى.
توقعت صحيفة اندبندنت البريطانية أن يشهد البريطانيون ارتفاع متوسط فاتورة التسوق السنوية بمقدار 380 جنيها استرليني هذا العام. وذكرت الصحيفة أن البريطانيين يقومون على نحو متزايد بتبديل العناصر ذات العلامات التجارية بمنتجات أرخص. من جانبه أعلن رئيس وزراء اليونان أن أسباب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة تعود إلى أن أوروبا اليوم في حالة حرب. قال إن الوضع صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي والأوروبي والاقتصاد اليوناني، مشيرا إلى أن العالم يواجه خطر التضخم الذي لم تواجهه أوروبا منذ 40 عاما. وأوضح أن عواقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت محسومة في جميع نواحي النشاط الاقتصادي. يرى كريستيان سوينغ المدير التنفيذي لدويتشا بنك أن أوروبا والولايات المتحدة تواجه احتمالية ركود مرتفعة مع اضطرار البنوك المركزية إلى تجديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم. وقال سوينغ إن أوروبا بحاجة إلى محاربة التضخم لأنه في النهاية يعد أكبر السموم بالنسبة للاقتصاد، مؤكدا أن احتمالية حدوث ركود في ألمانيا أو في القارة العجوز عام 2023 أو العام الذي يليه تعتبر أعلى من التوقعات في السنوات السابقة. قالت صحيفة فاينانشال بوست الكندية إن محافظة بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ أبقى الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المعتاد، حيث شدد يونغ على أهمية إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم الكوري الجنوبي. أشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الكوري الجنوبي أصدر بيانا بشأن يشير إلى أن تضخم هذا العام سوف يتسارع إلى ما بعد التوقعات السنوية البالغة 4.5% التي قدمها الشهر الماضي، ما أثار القلق بشأن ضعف الوان الذي قد يزيد من الضغط التضخمي على الاقتصاد الكوري الجنوبي. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي أن حكومة بلادها تعتزم في الأيام المقبلة اعتماد قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات. وأشارت المسؤولة الكندية إلى أن هذه الخطوة تم بحثها مع الشركاء الدوليين لبلادها بمن فيهم الولايات المتحدة. أقرت أوكرانيا بالصعوبات في القتال التي تواجهها في مناطقها الشرقية، حيث سيطرت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة. قال حاكم منطقة لوغانسك أن الجيش الروسي حشد قوات احتياط كافية لبدء هجوم واسع النطاق. هذا وتوقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تصاعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة، مشيرا إلى أن قتال صعب يدور بين القوات الأوكرانية والروسية في لوغانسك. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي أرسلها الغرب لأوكرانيا. وأوضحت الدفاع البريطانية أنه كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هي زورق روسي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود. دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تكثيف الالتزام المشترك للدفاع عن أوكرانيا، وشدد على أهمية تضافر وضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها. كما أعرب عن فخره بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم. حذرت وزارة الخارجية الروسية ليتوانيا عن عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة
كالينغراد، ووصفت الخارجية الروسية تصرفات فيلينوس بالعدائية الفجة، مشيرة إلى أنها تجاوزت الحد الذي لم يعد فيه وقت لإجراء أي محادثات. جاء ذلك بعدما استدعت الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا وأبلغتها بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية، إذ لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينغراد بالكامل. من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ أن الدول الأوروبية متحدة في دعمها لمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات صحفية قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أشار إلى عمل التكتل على توجيه رسالة إلى روسيا من أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا وأن منطقة اليورو ستدافع عن القيم التي تدافع عنها كييف. قال رئيس وزراء جورجيا إن بلاده ملتزمة بالانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو، لكن بعد حل مشاكلها الإقليمية مع روسيا. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين قد أوصت الأسبوع الماضي القادة الأوروبيين بالموافقة على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى تكتل. أما بشأن جورجيا فذكرت أنه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء إصلاحات للحصول على هذا الوضع. في سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية تعمل في مياه قالت أنها بحر البلطيق. هذا وظهر في التسجيل المصور سفينة كورفيت الحربية وهي تطلق النار على هدف أثناء تحركه عبر الماء. هذا وتتميز هذه السفن الحربية بأنها مزودة بأسلحة صاروخية ومدفعية ومجهزة بمعدات مضادات إلكترونية، وقد تكون مسلحة بصواريخ كروز كاليبر بقدرات نووية. لم يستغرق الأمر وقتاً لكي تتوالى زخات الصواريخ الروسية فوق السماء الأوكرانية. لحظات فارقة بين تاريخين في مسيرة البشرية، ومواجهة عسكرية قد تتجاوز حدودها الإقليمية. فهل تفضي إلى حرب عالمية؟ يحبس العالم الآن أنفاسه خشية اتساع رقعة الصراع وسط تلويح خفي بعصا الخيار النووي. مقدمات رمادية. تستدعي من الذاكرة الإنسانية صوراً لبشاعة آخر حرب عالمية أودت بحياة ملايين البشر وخلفت صور الدمار والانهيار حول العالم بأسره. قد يحدث هذا السيناريو المروع إذا ما استمر التصدع في العلاقات الروسية الأوكرانية كأزمة ملتهبة تراوح مكانها دون حل طيلة سنوات مدبرة ولسنوات أخرى مقبلة. تساعدنا قراءة التاريخ في فهم تداعيات الأزمة وإدراك مآلاتها المستقبلية. فما جذور الصراع بين الدولتين الجارتين؟ وكيف دخل حلف الناتو على خط المواجهة ليحيل الخلاف إلى برميل بارود منفجر؟ أوكرانيا، العضو السابق ضمن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، كتبت لنفسها تاريخاً جديداً باستقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991. منذ ذلك الحين بقيت أوكرانيا حائرة بين خيارين،
إما أن تبقى تحت مظلة التأثير الروسي بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الثقافية، أو أن تولي وجهها شطر الاتحاد الأوروبي مدعومة بقوته الاقتصادية ومظلته العسكرية ممثلة في حلف الناتو. خياران يعبران عن قسمة حادة في طبيعة التركيبة الأوكرانية ما بين شرق يتكلم اللغة الروسية ويرى في روسيا وطنه الأم، وغرب يتكلم الأوكرانية ويعقد آماله المستقبلية على التقارب مع دول الاتحاد الأوروبي. رأت روسيا في النزوع الأوكراني نحو الغرب تهديداً لأمنها القومي، وهي مخاوف لها ما يبررها. مع تمدد وتنامي الحشود العسكرية لحلف الناتو شرق أوروبا وصولاً للأراضي الأوكرانية، كثيرة كانت مفاصل الأزمة بين البلدين الجارين. لكن أولى الأزمات طفت على سطح الأحداث أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، حين أرادت روسيا الاحتفاظ بنفوذها في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل للروس الممر الاستراتيجي للبحر الأسود. وقتها بدا واضحاً أن القرم ستصبح ساحة صراع محتمل، ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والمعسكر الغربي برمته. العام 2004 اندلعت ما اصطلح على تسميتها بالثورة البرتقالية. تلك التي تمت برعاية غربية وتحت دعاوى ديمقراطية على رأس أهدافها إيقاف التدخل الروسي في أوكرانيا. لكن الحلم الذي بشرت به تلك الاحتجاجات الشعبية لم يتحقق خلال السنوات التالية. ففي عام 2010 صعد إلى سدة الحكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وبعد عامين أجرى مفاوضات للشراكة الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه سرعان ما أدار ظهره للاتحاد الأوروبي مفضلاً الشراكة مع موسكو. كان ذلك كافياً لاندلاع المزيد من الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الأوكرانية كييف، حتى بلغت المواجهات ذروتها عام 2014 بمقتل العشرات من المتظاهرين والشرطة المدنية، فيما فر الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش إلى روسيا. في تلك الأثناء تظاهر أوكرانيون مدعومين بميليشيات انفصالية موالية لروسيا شرق أوكرانيا، ثم تحول الأمر إلى نزاع مسلح بين القوات الانفصالية والجيش الأوكراني. آلاف القتلى من الجانبين قضوا خلال تلك المعارك الدامية. قبل ما يزيد على 7 سنوات مضت، اقتنص الرئيس الروسي بوتين لحظة الفراغ السياسي الأوكراني، فبسط نفوذه على شبه جزيرة القرم، وتم إجراء استفتاء شعبي على مستقبل القرم، اختار على إثره غالبية سكان شبه الجزيرة الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. فور ذلك الاستفتاء وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معاهدة بضم القرم إلى روسيا رسمياً. خلال سنوات التوتر تلك تقاطرت الآليات والحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية الأوكرانية، حتى وصلت أعداد المقاتلين الروس لنحو 100,000 مقاتل، زيد عليهم 70,000 آخرون كخطوة أخيرة لشن الهجوم. صور الأقمار الصناعية لأجهزة الاستخبارات الغربية أظهرت من الحشود العسكرية الروسية ما ينذر بحرب وشيكة قد تجتاز حدودها الإقليمية، لتصبح ساحة صراع مفتوح بين الدب الروسي وحلف شمال الأطلسي. فشلت المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي، واصطدم كلاهما بالحائط، وآن الأوان ليتقاطر الحشد العسكري الغربي لأوكرانيا وما حولها كقواعد عسكرية متقدمة لحلف الناتو. بوتيرة متسارعة تصاعدت حدة الأزمة مؤخراً. مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف روسيا باستقلال إقليم دونباس ممثلاً في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ليبادر برلمان البلدين بعد أقل من 24 ساعة
بالتصديق على اتفاقية صداقة مع روسيا، فيما وصفه المراقبون بصفعة روسية لحلف الناتو والولايات المتحدة. سيناريو مشابه لضم بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مزيد من العقوبات على روسيا قبل أيام، أكد الرئيس بوتين في خطاب حماسي أخير أن آخر أمل للخروج من شبح الحرب المقبلة سيظل مرهوناً بأن تنأى أوكرانيا بنفسها عن أي محاولة للانضمام لحلف الناتو، لكن أوكرانيا لم تفعل ويبدو أنها لن تفعل. فهل تحمل تلك الحشود الميدانية نذر حرب عالمية جديدة؟ تكفي صور المواجهات الأخيرة ليدرك العالم أن الخراب يطرق الأبواب، لكن حكمة التاريخ تؤكد إمكانية تجفيف منابع الخطر. تستدعي الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية صوراً قديمة تجنب فيها العالم حرباً عالمية عام 1962، كان ذلك حين نشرت روسيا صواريخها النووية على الأراضي الكوبية، لا يفصلها سوى 90 كيلو متراً من أراضي ولاية فلوريدا الأمريكية. إذ ذاك تصاعدت حدة المواجهة بحصار أمريكي لكوبا وسط إعلان حالة التعبئة النووية. انتهت المفاوضات الأمريكية الروسية بمعادلة صفرية، سحبت روسيا صواريخها من كوبا، وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعض من صواريخها في تركيا، واحتفظ الطرفان بتهدئة فاترة ووفاق بارد. هل تفضي المواجهة مع حلف شمال الأطلسي لحل وسطي يحفظ ماء الوجه لكلا الجانبين المتصارعين؟ وإن حدث، فهل يسحب الناتو نفوذه الممتد في أوكرانيا؟ أو أن يخفف من وطأة هذا النفوذ في شرق أوروبا أملاً في تهدئة الدب الروسي؟ هل يصل الطرفان المتصارعان إلى نقطة التعادل؟ أم تجتاز الحرب الحدود لتقود الأطراف المتصارعة نحو سيناريو أسود هو الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية؟ الأيام القليلة المقبلة تحمل الإجابة.